السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء الأمور، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم إيزي إنجليزي. إن شاء الله في الفيديو ده هناخد الجزء الخاص بـ Unit 1 Lesson 5 and 6، آخر درس في Lesson. في Unit 1 بيسأل فيه عن الأسئلة الشخصية إنك تسأل حد أسئلة شخصية وإزاي ترد عليها، تمام؟ معاكم مستر أسامة المعداوي من إيزي إنجليزي. نبدأ بأول سؤال عندنا، What's your name؟ اسمك إيه؟ تمام؟ لو حد قالك What's your name؟ تقول له I am واسمك أو my name is والاسم بتاعك، اسمك أحمد I am أحمد أو my name is أحمد. طب لو أنا بسأل اتنين ولد وبنت مثلا أو بنت وبنت أقول لهم إيه؟ What's your names؟ ولا What are your names؟ What are your names؟ أساميكم إيه؟ هيقولوا له إيه؟ We are مثلا أحمد and منى. We are أحمد، إحنا مين؟ أحمد and منى. تمام؟ كده الضمير your لو لقيت كلمة your في السؤال بتتحول ل my أو our. طب لو بسأل على اسم ولد هقول ايه؟ واتس يور نيم ولا واتس هيز نيم؟ مثلا انا واقف اهو بسأل على اسم محمود ده انا ما اعرفش اسمه مثلا، او بسأل على اسم سامي اقول واتس يور نيم ولا واتس هيز نيم؟ ده اسمه ايه؟ واتس هيز نيم ما اسمه؟ اقول هيز سامي او هيز نيم از سامي او هي از عمر او هيز نيم از عمر. تمام؟ طب لو بسأل على اسم بنتي يبقى واتس هير نيم؟ واتس هير نيم ممكن اقول هير نيم از، يعني ممكن اعمل ايه؟ اعمل المقص بدل ما هي از هير نيم تبقى هير نيم ايه؟ هير نيم از، واسمها واقول او اقول اسمها على طول شي از هي فلانه مثلا، لو هي مثلا نفيسه او منى شي از نفيسه، او هير نيم از نانسي، هير نيم از نانسي. ده السؤال عن الايه؟ الاسم. السؤال الثاني اسكينج اباوت ايج، سؤال عن العمر. هاو اولد ار يو؟ هاو اولد ار يو؟ خلي بالك ار يو في السؤال بتحول ل اي ام او وي ار والعكس، يعني لو قلت اي ام او وي ار بطلعها ار يو. بسالك انت، لو بسالك انت بس هاو اولد ار يو تقول لي اي ام وسنك، تمام؟ I am 13 years old. لكن لو بسأل ولدين، الولدين عمرهم 13 سنة، يبقى how old are you؟ كم عمركم؟ لما الاقي are you بحولها ل I am أو we are، على حسب بقى أنا بوجه السؤال ده لواحد هيقول لي I am، لو بوجه السؤال ده لمجموعة هيقول لي we are. تمام؟ مثلا أنا بسأل أحمد وعمر how old are you؟ والاتنين نفس السن، هيقولوا I am 13 أنا 3 سنين، ولا we are 13؟ هيقولوا we are 13. لكن لو بسألك أنت بس وأنت عمرك 13 سنة هقول لك how old are you؟ هتقول لي I am 13 years old. اسال على عمره هو يبقى هاو اولد از هي، لما الاقي فيرب تو بي في السؤال بشيل اداه الاستفهام وبدل ما هي از هي هتبقى هي از والعمر، يبقى هي 10 years old. طب لو عايز اعمل سؤال هشيل الايه؟ الاجابه دي واعمل المقص واحط اداه الاستفهام اللي هي هاو اولد، يبقى هاو اولد از هي. لو بس على اسم بنت يبقى هاو اولد از شي، يبقى بستخدم ار مع اليو والوي والذي واز مع الهي والشي والات. هاو اولد از شي؟ She's 22 years old. She's 22 years old. هي عمرها 22 سنة. يبقى عملت ايه؟ شلت how old وبدل ما هي is she هتبقى she is واقول العمر بتاعها. Asking about place of living. يعني ايه place of living؟ مكان المعيشة. عايز اسأل حد انت ساكن فين؟ اقول له ايه؟ Where do you live؟ Where do you live؟ أين تسكن؟ لما بلاقي دو أو دس في السؤال بشيلها، واللي قبلها اليو تتحول لآي، يبقى I live I أو وي واسم المكان اللي أنا ساكن فيه I live in Tanta. I live in Tanta. طب ممكن بسأل مثلا إيه عمر وأحمد how or where do you live؟ أنتوا ساكنين فين؟ هيقولوا لي إيه؟ I live ولا we live؟ تمام، هتبقى we live in Tanta. لما بلاقي أداة الاستفهام where لازم أحط حرف جر بين المكان. طب لو بنت بستخدم مع المفرد الفعل المساعد does. تمام؟ where does she live؟ برضو بشيل الفعل المساعد وأداة الاستفهام. تبقى she live ولا live؟ لا، لما بلاقي does في السؤال بحط s للفعل في الإجابة، تبقى she lives in Alexandria. she lives in Alexandria، حطينا حرف الجر اللي بين المكان والمكان اللي هي عايشة فيه. asking about hobbies، يعني ايه hobbies؟ الهوايات. اسأل واحد، عايز اسأل واحد او واحدة هوايتك المفضلة ايه؟ what's your favorite hobby؟ What's your favorite hobby؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ طب لو بتكلم على هوايات هتبقى What are your favorite hobbies؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ تقول ايه ساعتها؟ I like واسم الحاجة اللي ايه بتحبها. مثلا بتحب chess يبقى I like chess، او I like playing chess. I like playing chess. This is my favorite hobby. I like reading books. تمام؟ او ممكن my favorite hobby is reading. ممكن يقول حاجة من دول. Asking about best friends، تسأل عن أصدقائك المفضلين. مثلا منى بتكلم مي، منى بتقول لي مي ايه؟ What's your who is your best friend؟ who هنا بستخدم who ل
لان هو يعني من للعاقل، ما ينفعش اقول what is your best friend، ما هي صديقتك المفضلة، ما ينفعش، لان صديقتك المفضلة دي شخص، وبس عن الشخص بهو، يبقى هو is من تكون. طب لو واحدة is، طب لو جمع يبقى هو are your best friends، يبقى لو ال best friend دي واحدة يبقى هو is your best friend، طب لو اكتر من واحدة يبقى هو are your best friends. ساعتها نقول ايه؟ my best friend is سلمى. خلي بالنا من حاجة، your اتحولت ل my، يبقى لما اجي اجاوب اشيل هو واعمل الايه المقص، بدل ما هي your is هتبقى my best friend is. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ حولت your دي ل my ونزلت بقية الجملة وعملت المقص، يبقى my best friend is سلمى. my best friend is تكون سلمى. طب لو هما جمع يبقى are، يبقى my best friends are سلمى and آية for example. who is his best friend؟ صديقه هو المفضل مين؟ يبقى هعمل ايه؟ هشيل هو وهعمل المقص، يبقى his best friend is his best، صديقه المفضل يكون واقول اسمه، يبقى his best friend is واسم الشخص لان بسألنا بهو. asking about favorite food or subject drink or sport، السؤال عن اي شيء مفضل بقى. انا قلت لما بسأل على الهواية المفضلة what's your favorite hobby or what are your favorite hobbies، تمام؟ نفس الكلام هنا لما بسأل عن الرياضة المفضلة، انا بسأل عن رياضتك المفضلة اقول لك ايه what's your favorite sport، what's your favorite sport. ليه هنا قلت او هنا بيكلم مجموعة؟ طب لو بيكلمني انا بس اقول له ايه my favorite sport is swimming. طب هنا مجموعة قالت ايه our favorite sport is swimming، ممكن اقول we like او I like اسم الايه اسم الهواية اللي بحبها او الرياضة، ممكن اقول I like swimming او we like swimming، تمام. what's their favorite drink، ايه المشروب المفضل ليهم، هشيل what لما بلاقي verb to be في السؤال بعمل المقص وهتبقى كده، يبقى their favorite drink is، يبقى their favorite drink is cola for example او they like orange juice، هما بيحبوا الاورنج جوس. كده وصلنا لنهاية الفيديو كده، خاص الجزء الخاص بالspeaking corner lesson 5 and 6. ان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي هيبقى الحلول الخاصة بيونت 1 كاملة عشان نطبق اللي احنا اتعلمناه. بالتوفيق ان شاء الله شباب وبنات، ما تنساش لو عندك اي استفسار ابعت لي، لو حابب تسأل عن حاجة معينة اتفضل تحت امرك. مع السلامة.